مساء النور والبركة، نشرة الأخبار من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. برعاية الرئيس بشار الأسد، وزارة الداخلية تحيي الذكرى 78 لعيد القوى الأمن الداخلي. عذرا لهذا الخلل، تناقلت وسائل اعلام محليه خبر اقدام شبان على احراق عدد من المنازل بريف محافظه الرقه، وذلك بسبب اقتتال عشائري سابق اسفر عن عشرات القتلى والجرحى. وقالت مصادر محليه ان مجموعه شبان مسلحين من احدى العشائر احرقوا اكثر من 10 منازل لابناء عشيره اخرى، وقاموا بترحيل عدد من العوائل للمرة الرابعة على التوالي في قرية حمرة بلاسم بريف محافظة الرقة الشرقية. في البادية الشرقية خاضت وحدات من الجيش اشتباكات متقطعة مع خلايا من تنظيم داعش الإرهابي خلال تمشيطها عدة قطاعات وفق مصدر ميداني غير رسمي. أشار إلى أن عمليات التمشيط مستمرة في بادية حمص الشرقية ودير الزور الغربية، وأن وحدات الجيش تواجه الدواعش في قطاعاتها بوابل من نيرانها، وهو ما يؤدي للقضاء على العديد من الإرهابيين وفرار الناجين باتجاه عمق البادية. إلى ذلك، وجه الجيش العربي السوري رمايات نارية إلى مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ردا على خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمال غربي البلاد. وأكد المصدر أن وحدة الجيش العاملة بقطاع ريف حماة من منطقة خفض التصعيد استهدفت برمايات مدفعية مواقع للإرهابيين في محيط قرية العنكاوي بسهل الغاب الشمالي الغربي، في حين دكت وحدات الجيش العاملة بريف إدلب مواقع للنصرة في معربليت بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. اقتحمت ميليشيا قسد على بل اقدمت على اختطاف عدد من المدنيين في مدينة منبج بريف حلب الشمالي، واقتادتهم الى جهة مجهولة لزجهم فيما تسميه التجنيد الاجباري في صفوفها. الى ذلك، قتل واصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد في هجمات بالاسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة بريفي الرقة والحسكة. في الرقة، أفادت مصادر محلية بمقتل 4 مسلحين من ميليشيا قسد من انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لها على طريق عين عيسى تل السمن. وفي الحسكة، قالت مصادر محلية إن 2 من مسلحي قسد قتلا بهجوم شنه مجهولون على سيارة لهم على طريق القحطانية القامشلي. اندلع قتال بين مسلحي إحدى الميليشيات الموالية للاحتلال التركي ومسلحي ما تسمى الشرطة العسكرية التابعة للأخير في ريف حلب نتيجة تأخر رواتبهم، أدى إلى مقتل 3 مسلحين وإصابة آخرين. وذكرت صحيفة الوطن المحلية أن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين من ميليشيات فرقة السلطان مراد التابعة لميليشيات الجيش الوطني الموالية للاحتلال التركي ومسلحي حاجز يتبع لما تسمى الشرطة العسكرية التابعة للميليشيات بالقرب من قرية دوديان بريف حلب الشمالي. نقل مراسل سما في محافظة درعا أنه تمت تسوية أوضاع العشرات من المطلوبين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والفارين من الجيش العربي السوري من أبناء بلدة نصيب الواقعة جنوب شرق المحافظة، وذلك في إطار عملية تسوية للأوضاع التي أعادت الحكومة إطلاقها في المحافظة.
على سبيل التعافي والسعي لتعزيز الاستقرار الأمني، يفتح مجددا باب التسويات في محافظة درعا عبر افتتاح الجهات المختصة مراكز لتسوية الأوضاع استهدفت العديد من القرى والبلدات وسط إقبال من قبل كل من يرغب بتسوية وضعه الأمني والعسكري والعودة إلى حياته الطبيعية وتسليم سلاحه. التسويات ستطال كل مدن وقرى المحافظة. لحد الآن صار تسوي بأم الميادن، وبالأمس كان تسوي بنعيمة. في كل يوم أو يوم أي يوم لا، في مناطق فيها تسويات، والتسويات هي عادلة ولصالح الناس كي يعودوا بشكل طبيعي إلى واقعهم وإلى وطنيتهم وإلى مجتمعهم صالحين. نقول بأنهم يشاركوا في بناء سوريا. بالتأكيد هو استيعاب لكل الحالات اللي كانت يعني ما تزال ما عملوا تسويات، هي فرصة وبمكرمة من عفو السيد الرئيس المستمر الدائم أن يعود الجميع إلى حضن الوطن. الوطن بحاجة لكل أبنائه ليأخذوا دورهم. درعا كل يوم أفضل من سابقه، درعا تعود إلى طبيعتها، التعافي يعود بشكل ملحوظ. أهالي درعا يأملون أن تحقق هذه التسويات الغاية المرجوة منها بالقضاء على كل أشكال فوضى السلاح وأعمال القتل والاعتداءات المتكررة في محافظة درعا. نحن بنتمنى لكل إنسان يصحى ويكون واعي لهالبلد انه هذا اخوك وهذا قرابتك وهذا ابن عمك وهذا نسيبك، كلياتنا اهل اخوة، كلياتنا نحط ايدينا بايدين بعض ونعالج الغلط بالصح، مو نعالج الغلط بالغلط. كانت التسويات جيدة، لكن لا ننكر ان هناك بعض السلبيات التي تخللت عمليات التسوية. يعني كثيرون هم الذين عادوا إلى حضن الوطن، لكن البعض لم تكن عودتهم صادقة. لذلك الموضوع بحاجة إلى متابعة، وبحاجة إلى أن يتم العمل عليه، وبحاجة إلى جهد جهيد، والأمور باتجاه الأفضل دائما. رغم أنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها عمليات التسوية في درعا، إلا أن الواقع يؤكد أنها حققت فائدة كبيرة لكل من كان صادقا بالاستفادة من هذه التسوية وطي صفحات الماضي. لا في نتائج على الواقع. معظمها بروح اولادنا على الحواجز معهم تسويات، بروح على الشام، بروح على حلب، بروح على ادلب. لا تسوي ممتازه جدا، معك تسوي ولا واحد بيقول لك شو متابع دلب. فاليوم التسويات هي جزء من هذه من حاله التعافي اللي لازم يعيشها المجتمع شوي شوي، يعني خطوه بخطوه، لانه يعني 10 سنوات من الحرب وتراكمات سنوات الحرب الطويله اكيد ما بتنحل ولا بتنتهى بساعه. فنحن التسويات هي خطوة جيدة. الجهات المختصة تؤكد أن عملية التسوية تتم خلال وقت قصير جدا، وتمنح المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم مهلة تتراوح بين 6 أشهر بالنسبة للمتخلفين عن الخدمة العسكرية، وشهرا بالنسبة للعسكريين الفارين، فضلا عن تسهيلات عديدة تساهم بالعودة إلى حياتهم الطبيعية. فراس الأحمد لقناة سما الفضائية، محافظة درعا. برعاية الرئيس بشار الأسد أحيت وزارة الداخلية الذكرى 78 لعيد قوى الأمن الداخلي، الذكرى التي تخلد استشهاد حامية البرلمان من الشرطة والدرك على يد الاستعمار الفرنسي في 29 من أيار عام 1945. وقال اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية في كلمة: نستذكر اليوم التضحيات والملاحم البطولية التي سطرها رجال قوى الأمن الداخلي إلى جانب جيشنا الباسل في مقارعة الإرهاب. بدمائهم سطروا آية المجد، على هذه الأرض سكبوها، حنوا بها راية وطنهم التي رفضوا أداء التحية لغيرها. وإجلالا لذكرهم، أحيت وزارة الداخلية الذكرى 78 لعيد قوى الأمن الداخلي، تخليدا لذكرى استشهاد حامية البرلمان على يد الاستعمار الفرنسي في 29 من أيار عام 1945. وفي كلمة له خلال الاحتفال، نقل وزير الداخلية تهنئة ومحبة وتقدير السيد الرئيس لضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي بعيدهم، واستعرض الملحمة البطولية لحامية البرلمان. ذلك التاريخ إلى يومنا هذا تتجدد ذكرى البرلمان في نفوس السوريين بكل عزة وفخار، ولهذا اتخذت قوى الأمن الداخلي من هذا اليوم الملحمي العظيم عيدا وطنيا لها تحتفل به في كل عام. فها هي سوريا مهد الحضارة
وأم التاريخ تنتصر بعد سنوات حالكة طوال، وبشائر ذلك النصر باتت تتدفق بمشاهد عديدة أبرزها مشاركة سوريا في الدورة 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وزار الوزير رحمون وكبار ضباط قوى الأمن الداخلي ضريح الشهداء وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة ووضع أكليلا من الورد على الضريح، كما زار وصحبه قاعة الشهداء في مجلس الشعب والتقوا رئيس المجلس حمود صباغ، وتأكيدا منها على قدسية الشهيد كرمت وزارة الداخلية في بنائها ذوي الشهداء والجرحى ورفعت في برقية إلى سيد الوطن آية المحبة والولاء. وفي محرابها المقدس تشرئب صور العطاء لتزدهي ببريق العزة والكبرياء. ما أشبه اليوم بالأمس عندما قامت قوى الأمن الداخلي بالتصدي للإرهاب والإرهابيين بهذه الحرب القذرة على سوريا وقدمت الكثير من الشهداء. هنيئا لنا بشهدائنا الأبرار، وهنيئا لي بشهيدي الصقر، صقر نضال عبده الشهيد الوحيد وحيدة. دائما الرب ما بيعطينا غير الشرفاء والأحرار، لأن وطننا كله صف حر، ما حدا حاكمه بالعالم، هو حاكم نفسه. نتمنى الخير لهذا البلد برعاية الرئيس بشار الأسد والذي معز هالبلد. نستذكر يعني المجزرة اللي صارت مثل اليوم هلأ، المجازر اللي عم تصير، أعداء الوطن اللي عم بيخربوا هالوطن، والشرطة اللي قامت في عمد بدورها الباسل. لم تنم عين دمشق في تلك الليلة المشؤومة، فبعد أن أصبحت حامية البرلمان أيقونة لا يجتمع اسمها إلا مع العزة والإباء، سجلت الدول العربية مواقف تاريخية ببرلماناتها وجامعتها العربية في نصرة سوريا يوم ذاك. تذكر اليوم بالهبة العربية الأخيرة التي بدأت ببرلماناتها وتوجت بعودة الجامعة العربية لأحضان الياسمين، مقدرا لها هذه الأرض أن تكون البوصلة القومية والرقب الصعب في لم الشمل العربي. وأما أبطال قوى الأمن الداخلي فهم هم كما هم كما عهدناهم، المرابطون على حدود راحتنا، الساهرون على أمان حياتنا، على عهدهم باقون في خدمة الشعب. شهدت مدينة تشينغدو الصينية الدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين والدورة 7 للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني بمشاركة الجمهورية العربية السورية. وشهدت الجلسة الافتتاحية ترحيبا حارا من قبل الجانب الصيني والعديد من المندوبين العرب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية والمشاركة في نشاطاتها، منوهين بجهود الصين في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز المصالحات الإقليمية. وتضمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بندا خاصا حول سوريا، تضمن شجب كل الاعتداءات على الأراضي السورية والتأكيد على سيادتها ووحدة أراضيها. كما تضمن البيان الختامي التأكيد على أن الجولان العربي السوري المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، واعتبار قرار ضمه لاغيا باطلا، إضافة لإدانة العقوبات القسرية الأحادية الجانب والتي تؤثر بصورة سلبية على حق الشعوب في التنمية المستدامة. استشهد فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة 8 فلسطينيين بينهم الأسير المحرر أشرف إبراهيم الذي استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، كما قامت باعتقال 6 آخرين.
في غزة نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى نظمت وقفة دعم وإسناد للأسير المريض وليد دقة والأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وهتف المشاركون ضد سياسات الاحتلال بحق الأسرى المرضى مطالبين بضرورة تكاتف الجهود لإنقاذ الأسير وليد دقة. بل نريد أن يكون وليد حي بيننا يعود إلى ابنتي ميلاد وإلى زوجتي وأهلي في باقة الغربية. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في فلسطين المحتلة إن تهجير أهالي عين سامية بمنطقة رام الله جزء من مخطط استيطاني ضخم يهدف إلى تهجير أهالي أكثر من 250 قرية وبلدة فلسطينية في الضفة، خاصة تلك الواقعة فيما يعرف ببوابة القدس الشرقية على أراضي بلدات عناتة العيسوية الزعيم، لربط كتلة مستوطنات معالي أدوميم بمدينة القدس والتمدد منها وصولا إلى البحر الميت والأغوار الشمالية ومناطق شفا الغور. ولفت المكتب إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت ضد هذه البلدات سياسة الحرمان من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والحق في البناء والسكن والصحة والتعليم وغيرها بقصد إفراغها من الوجود الفلسطيني وتكريس واقع استيطاني جديد قائم على الضم التدريجي للضفة الغربية. أجرى جيش الاحتلال سلسلة تجارب واختبارات اعتراض لعدة أنظمة، كان أولها نظام القبة الحديدية البحرية التي أطلقت من سفينة ساعر 6 ضد مجموعة متنوعة من التهديدات المتقدمة. وذكرت ما تسمى بوزارة الأمن الإسرائيلية أن سلسلة التجارب مخطط لها مسبقا وأجريت لمنظومة القبة الحديدية البحرية في عمق البحر قبالة المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة. من جانب ثاني، أفادت وسائل إعلام العدو أن مناورة ستجري خلال الأيام المقبلة تتضمن ما سمته سيناريو توجيه ضربة قوية وساحقة في لبنان. ووفق القناة 14 في التلفزة الصهيونية فإن المناورة سيليها سيناريو هجمات في دائرة المواجهة الثالثة إيران. نفى مكتب قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان قرار إلغاء اتفاق جوبا للسلام. بالمقابل أظهرت مشاهد مرعبة تعرض قرى بأكملها للحرق في منطقة غرب دارفور، فيما حذرت وكالة الإغاثة من أن المنطقة على شفا كارثة إنسانية. وداخل الخرطوم عمل بعض السودانيين الذين لم يتمكنوا من الفرار على حفر خنادق حول أحيائهم ووضعوا حواجز لحمايتها. لم يجد السودانيون جدار صد من القوة غير الخنادق لحماية الناجين حتى الآن من الحرب، يضعون الحواجز لدرء خطر الميليشيات التي دمرت كل شيء في منطقة دارفور على الحدود مع تشاد. يغدو المشهد أقسى من المعتاد، لطالما اعتادت المنطقة على مشاهد الحرب والنزاعات المسلحة. هنا مساحات بأكملها غرب المنطقة باتت للأثر فقط، البنى التحتية الحيوية دمرت، ما أدى إلى حرمان الكثيرين من الوصول إلى الغذاء والمياه والأدوية. لم تنل دارفور نصيبها من وقف إطلاق النار الموقع في جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، فبالرغم من تهدئة العنف حول الخرطوم إلا أن القتال في دارفور مستمر، لتدخل المنطقة في حالة صعبة تجلت بالفوضى والدمار، خاصة بعد دعوة حاكم المنطقة المواطنين إلى حمل السلاح لتحذر وكالة الإغاثة من كارثة إنسانية. يبدو أن الحرب في السودان اتخذت طريق لا عودة. قرية أبو آدم جنوب دارفور تم القضاء عليها بالكامل، منطقة يالا في الجنوب نفسه تعيش عزلة وانقطاعا كاملا للخدمات وتدميرا للأسواق ونهبا للمستشفيات والمراكز الصحية. أكثر من 600 ألف نازح داخليا
يعتاشون من المساعدات الإنسانية لم يتلقوا أي مساعدات لمدة 40 يوما بسبب القتال. القتال الذي فاقت حصيلة ضحاياه من القتلى المئات، والذي تسبب بنزوح أكثر من 1,000,000 شخص داخليا وأكثر من 300,000 آخرين إلى دول الجوار، لتقف السودان على حافة الهاوية وسط تخوفات من تطورات الأوضاع التي لا تبدو في مسار التهدئة التي تدعو إليها الأطراف الضامنة للاتفاق الموقع في جدة. أما أمميا، وقبل موعد التجديد السنوي لبعثة الأمم المتحدة في السودان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعث للأمين العام خطابا يحثه على استبدال فولكر بيرتس بمبعوث آخر، أنطونيو غوتيرش، أبدى صدمته ليرد البرهان بأن بيرتس قدم انطباعا بعدم حيادية الأمم المتحدة واحترامها لسيادة الدول، وكان سلوكه يتسم بنسج التعقيدات وإثارة الخلافات. أعلنت إيران وسلطنة عمان عن الاتفاق على تنظيم وثيقة تعاون استراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وأكدتا على دور القطاع الخاص في تعزيز أفق التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بينهما. وفي بيان إيراني عماني مشترك صدر في ختام زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى طهران، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الراقي للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرين إلى نموها المتزايد خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي تمت بدعوة من السلطان هيثم العام الماضي. وعبر الجانبان عن حرصهما على توسيع متزايد للعلاقات في المستقبل ودعمهما اللجان المشتركة وفرق العمل وتبادل الزيارات في المجالات المتنوعة لمتابعة تنمية العلاقات. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مشاركة آلاف المرتزقة الأمريكيين في القتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية. أيضا أشارت إلى أنه ليس من الواضح عدد الأمريكيين الذين قاموا بمثل هذه المخاطرة. وذكر التقرير أنه في أوائل عام 2022 أعلنت كييف أن أكثر من 20,000 مواطن أمريكي أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى الفيلق الأجنبي، حيث يتلقى كل مقاتل ما بين 500 إلى 3500 دولار شهريا مقابل التزام تعاقدي بالخدمة لعدة أشهر. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 صواريخ من طراز ستورم شادو، و13 صاروخا من طراز هامرس، و14 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودانيتسك وزاباروجي. كذلك أعلنت الدفاع الروسي تدمير أهداف عسكرية معادية ومخازن أسلحة بمطارات في أوكرانيا بضربات عالية الدقة. شنت ضربات بأسلحة بعيدة المدى ضد أهداف معادية في المطارات الأوكرانية ومراكز قيادية ومعدات طيران، وتم إحباط أعمال تخريب واستطلاع أوكرانية في خاركوف ولوغانس، وتصفية 65 جنديا أوكرانيا في كوبيانس و55 جنديا في كراسني ليمان، بالإضافة إلى تدمير مدافع وقواعد مدفعية ذاتية الدفع ومستودعات ذخير. وضعت وزارة الداخلية الروسية السيناتور الأمريكي لينسي غراهام على قائمة المطلوبين، وذلك بسبب التصريحات المعادية للروس التي أدلى بها خلال زيارته لكييف مؤخرا. وفي وقت سابق أمر رئيس لجنة التحقيق لروسيا الاتحادية ألكسندر باستروكين بفتح قضية جنائية بشأن حقيقة تصريحات السيناتور المعادية للروس. ونشرت السلطات الأوكرانية مقطع فيديو يظهر فيه السيناتور الجمهوري لينسي غراهام خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي. وحسب الفيديو قال غراهام إن الولايات المتحدة لم تنفق أموالا بهذه بهذا النجاح من قبل، لأن الروس يموتون نتيجة لهذا الإنفاق.
وقد أثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الغربية والعالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر عناوين الصحف. وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة الكينية نيروبي لتكون أول زيارة لوزير خارجية الروسي منذ العام 2010 والرابعة إلى القارة الإفريقية خلال 12 شهراً الماضية. بالمقابل أعرب سفير جمهورية إفريقيا الوسطى في روسيا عن رغبة بلاده بوجود قاعدة عسكرية روسية يمكن أن تستقبل ما بين 5 إلى 10 آلاف جندي. دون عناء لمن يعملون في السياسة، يجد الجميع أن للقارة السمراء حصة في التنافس والتسابق عليها، ويحاول الجميع تأمين حركاتهم التجارية عبر المياه المشاطئة للقارة، والجميع يبحث عن تثبيت نفوذ عسكري يعزز التفوق الجيوسياسي، وكما للمصالح والمنافع المتبادلة مكان للصداقة متسع واضح لدى القارة الإفريقية التي تربطها علاقات تاريخية مع موسكو التي كانت سباقة في طرق أبواب عواصم القارة السمراء بعدما امتنعت أغلب دولها عن إدانة روسيا بعمليتها في أوكرانيا، لتتوطد العلاقة أكثر فأكثر من خلال وصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في زيارة عمل إلى العاصمة الكينية نيروبي، لتكون زيارته الحالية لكينيا هي رابع زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى القارة الأفريقية خلال 12 شهرا الماضية. نتوقع أن قمة روسيا أفريقيا القادمة ستسهم في تعزيز دور أفريقيا في العالم. ننتقل إلى استعمال العملات الوطنية في المعاملات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على الدولار. وعلى الرغم من العقوبات غير القانونية التي تفرضها واشنطن، فإن روسيا والدول الأفريقية تسعى جاهدة لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي، إذ إن موسكو تعمل على تطوير العديد من الفرص في مجال النفط والغاز مع أفريقيا، كما أنها تتفاوض مع العديد من البلدان الأفريقية بشأن تحويل التجارة إلى العملات الوطنية، إلى جانب إبرامها العديد من الاتفاقيات العسكرية. منذ سنة 2015 وقعت المؤسسة العسكرية الروسية 21 اتفاقية عسكرية مع دول القارة، والتي كان أبرزها مع الجزائر، وبلغت ذروتها في عقد صفقة أسلحة تزيد قيمتها عن 7 مليارات يورو في عام 2021، وصفقات عسكرية عدة جمعتها مع مصر السودان وأديس أبابا. وفي أكتوبر تشرين الأول 2019 جاء إعلان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى أنه يدرس بجدية إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده، تأكيدا أن الدول الأفريقية ترى في روسيا شريكا موثوقا وحليفا حقيقيا. وضمن المساعي هذه لتعميق العلاقات تأتي القمة الأفريقية الثانية التي ستعقد في 26 إلى 29 تموز يوليو المقبل بدعوة جميع الدول الأفريقية، حيث تم التخطيط لجدول أعمال مزدحم لعام 2023 لهذه القمة، والتي ستشمل مجالات متعددة منها التدريب الأمني والعسكري وتبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي لا يعجب وسيثير حفيظة الدول الغربية التي ترى في القارة الأفريقية امتدادا تاريخيا لها لا يجب منافستها فيها. مع فوز أردوغان بفترة رئاسية جديدة، قال معهد الدراسات التركية بجامعة ستوكهولم إن العلاقات التركية المتوترة مع الاتحاد الأوروبي ستستمر، متوقعا استمرار محاولة الحكومة التركية لتطبيع علاقاتها مع سوريا ودول أخرى. فوز بغير آفاق مفتوحة، لعل هذا ما يمكن أن ينطبق على حال العائد إلى كرسي رئاسة تركيا. عودة دون مغادرة، لأن الخوف وتركة المشكلات جعلت من أردوغان باحثا عن البقاء، عسى أن يصلح برئاسته الجديدة ما أفسده زمنا. لا نهضة اقتصادية تتيح تجديد الزعامة كما كان الحال في الماضي، ولا استحقاقات سياسية بسيطة هذه المرة، إنما ينتظره التعقيد وتفكيك ما راكمه من عقد. سعيد بالمشاركة الكبيرة للناخبين في العملية الانتخابية،
إنها دليل على نضج المجتمع التركي. باي باي كمال. عليكم مراجعة حساباتكم السياسية وأن تجعلوا من هذه الانتخابات عبرة لباقي المحافل الانتخابية. بأكثر من 52% من أصوات الأتراك صادر مستقبل تركيا لخمس سنوات قادمة، سباق كان بمثابة الاختبار الأصعب في حياة أردوغان السياسية، لكنه تقدم بشكل محفوف بالمخاطر في الجولة الثانية على منافسه كليتشيدار أوغلو الذي حصل على ما يفوق 47% من الأصوات. كل هذا سيدفع أردوغان لحساب خططه المستقبلية بشدة، وإن كان الرأي السائد لدى سياسي العالم بأنه لن يكمل فترته الجديدة بسلام. معركة انتخابية أورثته انقساما سياسيا في المجتمع التركي، ونسب توزع أصوات تساوت في جولة وتقاربت في ثانية، ما يعني أن ثمة معارضة استطاعت أن تحقق اختراقا كبيرا في الشارع وفرضت حضورا لا يستهان به. تحديات عدة تنتظر أردوغان للمضي قدما في بلاد تعاني أزمات داخلية واجهته أساسا قبل انتهاء ولايته، وتستمر معه ما بعد إعادة انتخابه. أزمة غلاء المعيشة الحادة التي يلقي الأتراك باللوم فيها على سوء إدارة الحكومة للاقتصاد، آثار الزلزال الذي تسبب بدمار 11 مقاطعة جنوبية، مرورا بملف اللاجئين وليس انتهاءا بعلاقاته وتدخلاته في دول الجوار. أمل أنفة إلى آخر أخبار الاقتصاد وعلى عين. مساء الخير علا. مساء الخير وفاء. شكرا. مساء الخير مشاهدينا، إليكم النشرة الاقتصادية من قناة السما، والبداية بالعناوين. بحضور رئيس الوزراء، مجلس الاتحاد العام للفلاحين يناقش الواقع الزراعي وآليات تسويق المحاصيل. بعد فوز أردوغان، الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد والأسهم ترتفع. أهلا بكم. بحضور المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، تابع مجلس الاتحاد العام للفلاحين لليوم الثاني مناقشة الواقع الزراعي وآليات تسويق المحاصيل في مبنى الاتحاد بدمشق. تابع مجلس الاتحاد العام للفلاحين أعمال اليوم الثاني لمناقشة الواقع الزراعي وآليات تسويق المحاصيل، وتركزت مداخلات رؤساء فروع الاتحاد في المحافظات حول ضرورة تأمين الكميات الكافية من المازوت الزراعي والأسمدة للمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، وإحداث مجففات للذرة، والنظر بإمكانية استلام محصول القمح بأكياس من النايلو، وإعفاء الفلاحين من أجار الأراضي الاستملاك، واستبدال آليات الفروع والروابط الفلاحية القديمة، وتأمين مستلزمات الإنتاج بشقيه الزراعي والحيواني، وتحديد أسعار الأدوية البيطرية وتسويق المنتجات بالشكل المناسب، وتأمين آليات زراعية لاستصلاح الأراضي. يجب أن يكون هناك توازن حقيقي بين المنتج والمستهلك، وأن تعود الفاعلة للأخ الفلاح، وليس للحلقة الوسيطة. الحلقات الوسيطة تأخذ كل الربح، كامل الربح، وقد يضطر الفلاح أن يبيع إنتاجه بخسارة في بعض المحاصيل التي تحتاج إلى العرض والطلب. هناك بعض المقترحات أو المطالب حول موضوع الأعلاف، تنظيم توزيع الأعلاف، تأمين مستلزمات الإنتاج للعام القادم أن تكون بوقت مبكر وبأسعار مدعومة وبكميات كافية، بذار البطاطا أن يكون محصورا بالدولة بدلا من لمؤسسة كسار بذار، بدلا من قيام القطاع الخاص بتأمين هذه الكميات. وهناك تنسيق عالي المستوى بين وزارة الموارد المائية واتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة لتلبية كافة مطالب أخوتنا الفلاحين ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم بشكل آني ومباشر. هل أقامت وزارة الموارد المائية قبل إطلاق موسم الري الذي يبدأ في 15 آذار من كل عام بإعادة تأهيل معظم شبكات الري الحكومية وأصبحت جاهز لإطلاق المياه، وكذلك إعادة تأهيل السدود والمفرغات والبوابات وكل ما يلزم لتقديم خدمة الري؟ الخطة الزراعية لإنتاج الشمندر الذكري هذا العام يعني عمليا ليست واعية، وبالتالي هناك دراسة لتحويل محصول الشمندر الذكري من خلال المعامل والشركات الموجودة في وزارة الصناعة
إلى أعلاف للأخوة المربين. في مشروع تم طرحه من قبل الأخوة الفلاحين موضوع الحمضيات. حاليا تسعى وزارة الصناعة إلى إنشاء خطوط إنتاج للحمضيات والعصائر، وهذا مشروع صراحة يلبي حاجة السوق وأيضا ممكن الاستفادة منه في التصدير. تأتي أهمية انعقاد المجلس لمناقشة الواقع الزراعي في كل محافظة وتذليل الصعوبات وتفعيل الزراعات التعاقدية ومتابعة المواضيع المطروحة وضرورة تقديم كل التسهيلات لتطوير القطاع الزراعي. أطلقت وزارة السياحة تطبيقاً إلكترونياً للتعريف بالمقومات السياحية في سوريا بخمس لغات، وذلك ضمن خطة الترويج والتسويق السياحي التي تتضمن منصة إلكترونية لمنح الفيزا السياحية خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة في دمشق وحلب واللاذقية والعديد من الفنادق قيد الإنشاء والتي يتوقع افتتاحها في الموسم السياحي القادم. هذا وقاربت عائدات السياحة خلال العام الماضي 2 مليار ليرة، فيما تجاوز عدد السياح القادمين إلى سوريا 380,000 سائح في الربع الأول من العام الجاري، منهم 40,000 سائح أجنبي معظمهم من إسبانيا وهولندا، في حين سجل السياح من دول العراق وإيران والأردن والبحرين حضوراً كبيراً بهدف السياحة الدينية والطبية. بعد ورود العديد من الشكاوى حول تأخر مصرف التسليف الشعبي بمنح قروض الدخل المحدود المتضمنة إحلال وثيقة التأمين كخيار بديل عن الكفلاء، أرجع المصرف سبب التأخير إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدمة، وذلك بسبب التسهيلات المقدمة للعملاء. وحسب ما ذكرته صحف محلية، فإن المصرف اعتباراً من بداية العام الجاري بدأ بمنح قروض للعاملين في الدولة والمتقاعدين بمبلغ 420,000 ليرة لمدة عام، ما سبب ضغطاً إضافياً. وفيما يتعلق بالقروض التي منحها المصرف منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان الماضي، فقد بلغت 45,000 قرض بإجمالي مبلغ يزيد على 61 مليار ليرة. بمشاركة 70 شركة وطنية من مختلف المحافظات السورية، انطلق مهرجان التسوق الشهري العائلي صنع في سوريا في صالة الباسل الرياضية بمدينة طرطوس، بهدف تقديم احتياجات الأسرة كافة من مواد غذائية ومنظفات وجلديات ومنتجات صناعية أخرى بتخفيضات تصل لنحو 20%. دعما للمواطن والصناعي من أبناء محافظة طرطوس، انطلق مهرجان صنع في سوريا بدورته 145 في الصالة الرياضية بطرطوس، وبمشاركة أكثر من 70 شركة وطنية. نحن متأمل يصير مهرجانات مستمرة شهرية لما فيها من أهمية للمواطن في طرطوس لتنزيل الأسعار. اليوم 70 شركة مساهمة، السعر من المستهلك للمنتج مباشرة لتكسر حدة الأسعار اللي عم تواجهها اليوم بالظروف المعيشية الصعبة. تكلمنا نحن والأستاذ غزوان رئيس اتحاد غرف الصناعة على تكثيف العمل المشترك بما يخدم القطاع الصناعي والتجاري في محافظة طرطوس خاصة، وإن شاء الله في المرحلة المقبلة سوف تشهدون العديد من النشاطات الاقتصادية المشتركة نحن وغرفة صناعة دمشق واتحاد غرف الصناعة بما يحقق المصلحة العامة في هذا البلد. هذا المهرجان من أجل دعم الصناعيين في طرطوس ومن أجل دعم المستهلك في طرطوس، ووجه السيد الوزير بتخفيض الأسعار بشكل يكون ملحوظ جدا. عروض متنوعة وحسومات كبيرة تقدمها الشركات للزوار تصل لحوالي 30% لبعض المنتجات، لتلغي بذلك حلقات الوساطة وتقدم السعر الأفضل. الأسعار مقبولة يعني بالنسبة، أما كجملة ما بعرف، هلا نحن هسه ما اخذنا، جايين تنشوف السوق بعدين ما حتى نتعرف. عم نعطيه حسومات يعني عم توصل من 10% ل30% واوقات لل50%. بشكل عام النظرة الاولى مقبولة يعني ارخص من السوق بكثير.
يعني هلا اخذنا جبنه اخذنا حلاوي كله ارخص. بالنسبه لهيك مهرجانات طبعا لها اهميه لانه هي بالنهايه بتخلق روح المنافسه بين التجار وبالتالي بينعكس هالشيء على الاخ المواطن. مبين عنه كويس كله ان شاء الله، ان شاء الله خير يا رب. مناسبه وتشكيله حلوه صراحه يعني، وكل شيء موجود بتوفر على العالم يعني على القليله شوي بهالغلا. عندنا بضاعة هون متنوعة جدا وأسعار كتير 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 منافسة للسوق، يعني في عندنا أسعار يعني اسم يعني بتصور ما في هون بأي محل في عنده الأسعار اللي عندنا. فكرته كتير حلوة لحتى يلاقي المواطن فرق بين السوق وبين المعارض يعني بشكل مباشر من الترويج مش شركة مباشر. نجاح متواصل يحققه مهرجان صنع في سوريا على مدى سنوات عدة. ليأتي المهرجان بدورته الحالية بالتعاون بين ثلاث غرف مقدما أفضل العروض للمواطنين. من طرطوس لقناة سماء علي الكنج. إقليميا هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي متدن جديد مقابل الدولار، لكن الأسهم ارتفعت بعد أن فاز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة. وهبطت الليرة أكثر من 7% منذ بداية العام، كما خسرت أكثر من 90% من قيمتها على مدى عقد مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع التضخم وأزمة العملة. ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفا مع إغلاق العديد من الأسواق في أوروبا وكذلك الولايات المتحدة بسبب العطل في البلاد. ختام الاقتصادية، شكرا لكم على المتابعة وعودة إلى وفاء. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. وقع ما مجموعه 37 شخصا ضحية لعمليات إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة شيكاغو الأمريكية، فيما تشهد الولايات المتحدة مشكلة متزايدة تتمثل في حوادث إطلاق النار. وحسب موقع سيمافور لقي أكثر من 1400 بل 14500 شخص مصرعهم بسبب العنف المسلح هذا العام وحده، فيما تعاني الولايات المتحدة من أزمة في الشرطة بسبب عزوف المواطنين عن التقدم لوظائف بهذا المجال. وتزايد أعداد الأفراد الذين يغادرون وظائفهم بشكل أسرع مما يمكن استبدالهم. سابقة لا مثيل لها، عزوف شعبي ومغادرات بالجملة. أزمة أجهزة الشرطة ترهق أمريكا في ظل ما تشهده من نزوح جماعي بين عناصرها وتراجع في عدد المتقدمين منذ عام 2020. أعداد الأفراد الذين يغادرون وظائفهم تتزايد بشكل أسرع مما يمكن استبدالهم. خبراء القانون حذروا من انخفاض المعايير الأكاديمية للتوظيف لأجل ملء المناصب، وهو ما تحقق بالفعل بعد اعتراف رؤساء أقسام عدة أنهم كانوا يخفضون معايير السجلات التعليمية والجنائية ليتمكنوا من تعيين الحد الأدنى من الموظفين. ووفقا لنيويورك تايمز، تسارع إدارة الشرطة لجذب الأمريكيين لصفوفها عبر حوافز وإغراءات مالية وغير مالية. بعض الوكالات تقدم مكافآت تصل قيمتها إلى عشرات آلاف الدولارات، إضافة لإقامة حفلات استقبال للأفراد الجدد واستضافتهم في فنادق. وبحسب نتائج مسح أجرته منظمة أبحاث الشرطة، فإن عدد استقالات ضباط الشرطة عام 2021 أعلى نسبة ب 43% عن عام 2019، فيما انخفض عدد التعيينات الجديدة بشكل كبير خلال هذين العامين، إضافة لمغادرة العديد من عناصر الشرطة الخدمة على خلفية جائحة كورونا وأعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل جورج فلويد عام 2020. وهنا ما يدق ناقوس الخطر هو انخفاض قوة شرطة العاصمة واشنطن بشكل بات يلحظ مما كانت عليه منذ 50 عاما،
لذا الجيش والقوات المماثلة سارعوا هذا العام وقدموا مزايا سخية بشكل متزايد وتعديلات في السياسة، وذلك في محاولة لتحسين أعداد المجندين، وهي استراتيجية يحذر دعاة إصلاح الشرطة من أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية ما لم تنقل الإعلانات رسالة جديدة حول الغرض من هذه الوظيفة. بقي مشاهدينا التذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة. برعاية الرئيس بشار الأسد، وزارة الداخلية تحيي الذكرى 78 لعيد قوى الأمن الداخلي. تحت مسمى القبة الواقية، الاحتلال الإسرائيلي يجري تجارب جديدة على القبة الحديدية البحرية. حتى في نيروبي، وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة إفريقية هي الرابعة خلال عام. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.